بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت في الالعاب الاخرى على الساحه الرياضيه طبعا داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. في النص الاولاني بيكون معنا مجموعه من الاخبار، دايما بفكركم على محتوى الحلقه يعني مع بعض، والنص الثاني بيكون معنا فقره حواريه. فقرتنا النهارده عن كره السله. انتوا عارفين حضراتكم الفتره اللي فاتت نجح النادي الاهلي في تدعيم الفرق المختلفه في الالعاب الاخرى طبعا بصفقات، يعني دايما زي ما بنقول صفقات من ليفل 1، صفقات من نوع معين ومستوى معين، وهو ده اللي بيدور عليه النادي الاهلي بقاله فتره. لو مش هيجيب صفقه تعمل الفارق مع الفرقه ما بيجيبش، وده شايفينه حتى في كره القدم. كل الحمد لله الصفقات الاخيره لكره القدم بتيجي تعمل الفرق، بيخش على طول يشيل مع الفرقه. فالنص الثاني هيكون معانا صفقتين تعاقد معاهم كره السله سيدات بالنادي الاهلي. هيكون معانا طبعا رنيم الجداوي وندى نافع. رنيم الجداوي كانت موجوده في امريكا، لعبت لاحد الجامعات، خلصت ورجعت مصر، رجعت على النادي الاهلي. ندى نافع كانت في هليوبلس، نادي هليوبلس، ونجحنا ان احنا يعني نحصل على خدماتها في النادي الاهلي من خلال انتقال حر، يعني كان عقدها انتهى وكانت تقدر تنتقل لاي نادي. النادي الاهلي اتكلم معاها وتعاقدت مع النادي الاهلي. هيكونوا معانا هنتكلم معاهم عن طموحاتهم واحلامهم مع النادي الاهلي، قصه انتقالهم النادي الاهلي كانت ازاي، ده هيكون في الفقره الحواريه. خلينا في الاول هنتكلم طبعا عن طوكيو 2020، طبعا بعد ما اصدر الستار على هذا الحدث الكبير اللي اتكلف مليارات الدولارات. الحقيقه بنقول 1,000,000,000 مبروك لمصر، 1,000,000,000 مبروك لمصر، تحقيق عدد من الميداليات فاقت اي دوره اولمبيه سابقه. يمكن اكتر ميداليات حققناها كان ريكورد 5، كان اكتر ميداليات. احنا نجحنا الدوره دي، نجحنا حققنا 6. دي طبعا لقطات من بطلتنا ونجمتنا نجمه مصر في ليال اشرف اللي حصلت على المركز الاول والذهب. وعلى فكره ميداليه فريال خلتنا نقفز في الجدول على الاقل 32، احنا كنا في 78 خلصنا في 56 او 55 54، يعني خلتنا ننط تقريبا 34 مركز. ميداليه مين؟ ميداليه فريال طبعا مع بعض، طبعا الميداليه الذهب، الميداليه الفضه والبرونز طبعا خلونا نترتب كويس، بس الذهب بيخليك تقفز قفزات كبيره جدا بتتخطى كل اللي حاصلين على البرونز والفضه. الف مبروك، انجاز كويس، كنا نتمنى طبعا اكتر من كده اكيد، احنا طماعين ومصر تقدر، المصريين يقدروا، عندنا كوادر جامده جدا، عندنا احنا يعني مصر تستحق الكثير. احنا طماعين، احنا نحب دايما مصر تكون في يعني في المقدمه، ودي الروح اللي موجوده دلوقتي في البلد، الروح اللي موجوده في البلد ان مصر دايما عايزه تبقى الاول في كل شيء، ودي روح الجمهوريه الجديده، ان انت مش باصص ان انت تكون تمثيل مشرف زي زمان. الانجاز اللي اتعمل او عدد الميداليات جيد، ولكن في الاحسن. هنقفل صفحه طوكيو، لازم من دلوقتي نشتغل لباريس 2024. هتقولي طب ازاي؟ طبعا دي جيانا نجمتنا، نجمه النادي الاهلي اللي حصلت على البرونز وكانت تستحق ذهب، لولا طبعا مش عايزين نقول ظلم، ولكن عدم توفيق قرار من الحكم خلى جيانا تبعد عن الذهب، ولكن هي تستحق الذهب، هي نجمه من ذهب وهي بطله عالم على فكره. خليني اقول لكم انه احنا عندنا كوادر ونقدر، فلازم من دلوقتي نستعد لباريس 2024. طب هتقول لي ازاي يا كابتن؟ ده كمان 3 سنين والاولمبياد بتبقى كل 4 سنين. لا، ما طوكيو طبعا ده الجندي الخماسي اللي هي ميداليه تعتبر من اقوى الميداليات، وهقول لكم ليه. الجندي احمد الجندي من اقوى الميداليات الخماسي، ان هو جه من المركز ال 13 وخلص في المركز الثاني، هقول لكم ليه الميداليه دي غاليه. بس خليني اقول لكم الاول عشان بس من الكلام يبقى ماشي صح، باريس هتيجي كمان 2024 بعد 3 سنين، لان كورونا اجلت كل شيء سنه. بس اللجنه الاولمبيه الدوليه اصرت ان كل حاجه تقام في ميعادها، 2020 طوكيو بالرغم انها اتلعبت في 2021، 2024 2028 نمشي كل ايه؟ كل 4 سنوات. عندنا كمان حاجه مهمه كمان، انه احنا اكتر ميداليات ذهب حققناها كانت برلين 36 ولندن 48، حققنا فيها 2 ذهب. في العصر الحديث اخر ميداليه ذهبيه حققناها كانت في 2004، كان كرم جابر نجمنا طبعا، ده كيشو، والميداليه البرونزيه كان من احد الميداليات المهمه جدا لمصر. فلازم نستعد جيدا لباريس، ولازم مش بس نستعد لباريس، لازم نفرغ لاعبتنا، لازم كل اتحاد يفرغ لاعبته لباريس 2024. مصر تقدر، لاعبتنا تقدر، عندنا كوادر حتى حققت ميداليات بره مصر. هنقول مثلا في السلاح مع منتخب امريكا، مدربه مصري، مدرب سلاح مصري وحقق معاه الذهب. نفس الكلام في الكاراتيه في الاردن، مدرب مصري حقق مع مصطفى اللاعب الاردني اول برونزيه للعرب
في الكاراتيه، يعني عندنا كوادر، كوادر ده غير فارس طبعا رفع الاثقال اللي في قطر، يعني احنا عندنا كوادر كتيره جدا جدا تقدر تعمل الفرق. فاحنا طماعين، عايزين عدد ميداليات اكتر، ذهب كتير، عايزين مصر تروح في العشره الاوائل. ليه لا؟ ليه ما نحلمش؟ ليه ما نحلمش بالوضع اللي احنا فيه والدعم اللي الرياضيين بياخدوه؟ عايزين نحلم ان احنا نبقى في العشره، ليه ما نجيبش خمس ست 10 15 ميداليه ذهب؟ نقدر. الجندي، الجندي في الخماسي، ودي لعبه بيسموها يعني، يعني لعبه من اللعبات الكور جيمز في الـ في الـ في الاولمبيك جيمز. ليه؟ لان دي لعبه فيها سلاح ورمايه وجري وسباحه، اللي هم الاربع لعبات الاساسيات انت بتلعبهم في لعبه واحده، ومجموع نقاطك فيها بتاهلك لميداليه. الجندي حقق اصعب، انا بقول والكلام ده على مسؤوليتي، اصعب ميداليه في الاولمبيات حققتها مصر على الاطلاق، على الاطلاق حققها الجندي، لان المنافسات في الخماسي صعبه جدا. هو كان في مركز ال 13 على فكره في النهايه، عوض في دقيقه وطلع الثاني، وكان يقدر، وطبعا فروسيه كمان، وكان يقدر عشان كده اسمه الخماسي، هم خمس العاب، الفروسيه انا نسيت، انا قلت اربعه فاضل واحد. فطبعا احسن واصعب ميداليه حققها الجندي، نتمنى المزيد ان شاء الله. ولسه عندنا باريس كمان ثلاث سنين، هنغمض ونفتح نفسنا في باريس 2024. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا داخل برنامج الابطال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما اروح لاخبارنا، الحقيقه كان في مشهد في طوكيو 2020 الحقيقه لازم نشيد بيه ولازم يعني نحط عليه الضوء. في المباراه الختاميه في المجموعه مع فريال اشرف، طبعا نجمتنا او بطلتنا اللي حققت الذهب في الكاراتيه، كان اخر مباراه مع اللاعبه الجزائريه لاميا معتوب. المباراه دي كان خلاص اتحسم كل شيء، قضي الامر زي ما بيقولوا، كان فريال هتتاهل خلاص للدور اللي بعد كده، وكان تاكد خروج لاميا معتوب ولم يحالفها التوفيق انها تتاهل للدور اللي بعد كده. ولكن في المباراه الختاميه شفنا لاميا معتوب بتلاعب فريال خايفه عليها، ما حصلش ولا هجمه من لاميا على فريال. ليه؟ ما هو الماتش ملوش علاقه بالفير بلاي، عشان ما حدش يقول لي ده مش فير بلاي. لا، ملهاش علاقه بالفير بلاي، لان خلاص قضي الامر، ده متاهل وده خارج. ولكن لاميا خايفه على بطلتنا كمصريه عربيه معاها، خايفه ان هي تكون سبب في اصابتها، سبب ان هي ممكن تخسر جيم تجهدها، تبقى داخله خاصه الكاراتيه كله كان في يوم واحد، تخش المباراه اللي بعد كده مش جاهزه في السيمي فاينل. طبعا موقف جميل جدا، بنحيي عليه لاميا معتوب وبنشكرها، وبنشكر طبعا كل الرياضه الجزائريه والشعب الجزائري، وهي دي الرياضه، هي دي الرياضه، ودائما ابدا اي انجاز بيحققه اي عربي هو فخر لينا وفخر لمصر كمان. وافكركم حتى بالمعلق الجزائري اللي كان بيذيع ماتشات كره اليد، والله انا في اوقات كنت يعني بشك، يعني لولا اللهجه كنت اقول ده مصري من كتر حبه وعشقه لمنتخب مصر. كل التحيه لاهلنا في الجزائر، وكل التحيه للاميا معتوب، ونتمنى التوفيق للرياضه الجزائريه بشكل كبير جدا جدا جدا. كان لازم نحط الضوء على هذا الموقف، لان الرياضه فيها رسائل وفيها حاجات جميله لازم الناس تشوفها. خلينا نروح على اخبارنا، نبتدي بكره اليد. زي ما حضراتكم عارفين، كره اليد في النادي الاهلي عندهم فجاه كده لقينا نفسنا زي ما بيقولوا في وش المدفع. مباراه السوبر الافريقي اعتذر عنها النجم الساحلي، الاتحاد الافريقي دخل النادي الاهلي مكانه. بقى عندنا ماتش السوبر الافريقي يوم 18 الشهر ده، واتبعت طبعا جواب على النادي الاهلي بمشاركه النادي الاهلي. ولكن وطبعا الموضوع اتعرض على كابتن طارق محروس المدير الفني وكابتن ياسر الرملي رئيس الجهاز، ووافقوا يشاركوا والدنيا تمام، والنادي الاهلي اعلن بمشاركته في هذه البطوله او هذه المباراه. المباراه دي مؤهله للجلوبال، السوبر جلوبال اللي هو يعني او بطوله العالم الانديه، واللي هتقام في السعوديه ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي، واتلعبت السنه اللي فاتت على فكره في السعوديه برضه، بتلعب كل 3 4 سنين في بلد واحده تقريبا. خليني اقول لكم كمان انه من الكواليس كده، يعني احنا عرفنا ومن كواليس جوه الاتحاد اليد، ان اتحاد اليد غالبا هيطالب بتاجيل المباراه شويه. اولا لعبتنا هيرجعوا يوم الخميس، لعبتنا او طبعا اكيد لعبه نادي الزمالك كمان، منتخب مصر كلهم هيرجعوا يوم الخميس، هتبقى الفتره ضيقه قوي. ففي اتجاه ان مش اتجاه يعني بالفعل تقريبا حصل كده، انه اتحاد كره اليد هيطلب تاجيل المباراه. الله اعلم بقى تؤجل، يعني الطلب ايه؟ هل هتؤجل يومين ثلاثه، ولا تؤجل بعد ايه قبل ايه، او قرار الاتحاد الافريقي ممكن يقول ايه، محدش عارف. بس دي معلومات جت لنا، ودايما احنا زي ما حضراتكم عارفين بنتابع كل صغيره وكبيره ونجيبها لحضراتكم. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، بس ايا كان النادي الاهلي جاهز، والنادي الاهلي دائما ابدا بيكون جاهز لاي مشاركه.
هنروح ل طيب نفس الفرقه بس هنروح لحاجه تانية، الاستعداد. انتوا عارفين ان في ثلاث لعيبه بيشاركوا مع منتخب كره اليد من النادي الاهلي، الباقي قاعدين لا بيتمرنوا صبح وليل، وكان اخر تجربه ده اسامه الجزيره اللاعب التونسي متواجد مع الفريق كمان. فطبعا لازم يبقى في ماتشات، لعبنا ماتش مع هليوبلس كسبنا بنتيجه 44-26 نتيجه كبيره، والاهلي زي ما قلنا لحضراتكم بيستعد لماتش السوبر، فكان لازم يلعب ماتش قوي عشان اللعيبه اللي موجوده ولما ينضم لها لعيبه المنتخب يكون الموضوع فيه هارموني. فرقتنا طبعا هتدعم صفوفها بمحترفين، ده اكيد يعني اكيد قبل ماتش السوبر اللائحه بتدي لك انت تدعم صفوفك بلعيبه محترفه، اكيد هيدعم النادي الاهلي، ووقت ما النادي الاهلي هيعلن اكيد هنبلغ حضراتكم بالصفقات اللي هتيجي النادي الاهلي. طيب هنروح لكره الطائره رجال، طبعا كره الطائره رجال بداوا الاستعداد للموسم الجديد. حضراتكم عارفين الموسم خلص اللي فات، خدنا الدوري ما وفقناش في الكاس، بدانا الموسم الجديد حصل صفقتين جبناهم مع التعاقد مع لاعب امريكي من الطراز الفريد. الفرقه بدات تستعد للموسم الجديد، في لعيبه كتير مع المنتخب، في لعيبه كتير مع المنتخب. منتخب خلص امتى؟ هيلعب بطوله افريقيا في شهر 9. وكابتن محمد بصالح قال لنا انه حريص على بدايه الاستعداد الموسم من بدري، لان الموسم ده مزدحم وصعب جدا، ده كلام كابتن محمد بصالحي. والفريق هيشارك في بطولات مختلفه وكتيره طبعا، افريقيا وعرب والدنيا زي ما حضراتكم شايفين تطعيم، والفاكسين بدا يبقى موجود، فاكيد البطولات دي هترجع تاني. وكمان قال انه واثق في شخصيه اللعيبه وانها تقدر تفرح جمهورها كالعاده، ده كان كلام كابتن محمد بصالحي ميدو لبرنامج الابطال. هنروح لكره الطائره سيدات، كابتن حمدي الصافي بيشيد بالصفقات الجديده اللي تعاقدوا معاها، هاني عبد الله وآية خالد الصفقتين الجداد اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي قادمين أو انضموا من نادي الشمس. قال كابتن حمدي الصافي إن اللاعبتين عندهم كتير لسه هيقدموه مع الفريق، وإنهم هيكونوا تدعيم قوي للفريق قبل بداية الموسم الجديد، وأكد إنهم هيكونوا إضافة كبيرة للفريق لأنهم عندهم خبرات كبيرة، لأنهم عناصر مميزة وكانوا من أبرز اللاعبات اللي بتنضم للمنتخب الفترة اللي فاتت. كاميرا برنامجنا الأبطال كانت موجودة مع اللاعبات اللي انضموا للفريق مؤخرا، صورنا التقرير اتفرج عليه ونرجع مع حضراتكم تاني. هو الموضوع ابتدى من اول ما السيزون خلص اللي فات وخلصنا، وكابتن حمدي طبعا كان عارف ان انا يعني عقدي خلاص خلص من النادي، فكلمني وقال ان هو يعني عايزني اجي وان انا عايزني اجي النادي، وانا كان خلاص عقدي خلص، فالموضوع كان مش صعب يعني انتقال حر. فبس يعني المفاوضات خلصت كده وجيت كابتن حمدي جابني النادي ومضيت. ان شاء الله يعني اكون عند حزن كابتن حمدي، وان شاء الله اضيف وابذل اكثر مجهودي، وان شاء الله يعني اكون على قد المسؤوليه ان شاء الله، واكون اضافه ليهم في اي بطوله واي ماتش ان شاء الله. لازم طبعا ابذل كل مجهودي، الالتزام طبعا في التمرين، و دي حاجه طبعا معروفه في النادي الاهلي انهم على طول بيتعبوا وبيبذلوا اقصى جهدهم في اي حاجه، فده طبعا هي اكيد طبعا هيعلي مستوايا، يخليني قد المسؤوليه، يخليني قادره انافس وابقى كويس يعني وانافس مع اللعيبه. انا كنت بلعب في نادي الشمس، والسيزون اللي فات لما خلص كابتن حمدي طبعا اتكلم، يعني كان طبعا متابع لعبي وازاي بلعب في الماتشات وكده، بس وما السيزون اللي فات خلص مع نادي الشمس كابتن حمدي ابتدى بقى يعني يكلم مع بابا وكده، وابتدت المفاوضات من كده. طبعا مطلوب مجهود كبير جدا، لان انا يعني طبعا وطبعا اي حد بيتمنى ان يكون في نادي الاهلي، وده بيحتاج جهد كبير جدا عشان ابقى عند حسن ظن الكابتن، فمحتاج طبعا مجهود كبير جدا في السيزون اللي انا فيه ده. ان احنا نبتدي انا بوزيشن بتاعي معده بصيره، ان شاء الله يعني لازم اعمل مجهود وكده عشان اعلى بالمستوى واضيف يعني حاجه ان شاء الله. زي ما حضراتكم سمعتوا، اللاعب لما بينضم النادي الاهلي بيبقى عارف، او اللعيبه طبعا بيبقى عارف حجم المسؤوليه. النادي الاهلي ما بيقبلش ابدا بالمركز الثاني، قد ايه بيبقى حجم مسؤوليه، بس ده دور الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات عشان يستوعبوا الفرد الجديد او اللاعب الجديد المنضم للجهاز. والنادي الاهلي دائما ابدا ما بينجح لعيبته المنضمه حديثا. هنروح لمهندس الكاراتيه في النادي الاهلي، الراجل اللي دور كبير جدا في ال 20 سنه يمكن او 25 سنه اللي فاتت، وهو مراد عاصم. كابتن مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي صرح للابطال: الفخورين بانجاز جيانا فاروق في اولمبياد طوكيو 2020.
واكد سعادته وفخره بالانجاز اللي حققته جيانا فاروق لاعبه النادي الاهلي، ولحقت ميداليه برونزيه في اولمبياد طوكيو 2020. وقال كمان ان جيانا كانت تستاهل تلعب المباراه النهائيه زي ما قلنا لحضراتكم، ولكن في ثلاث حكام منحوا اصواتهم للاعيبه الصين، وده بعد الماتش اللي خلص بالتعادل 1-1. واكد انه سعيد بالميداليه دي لانها تفضل على مدار التاريخ اول ميداليه لمصر في الكاراتيه. وقال النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كان مؤمن ان جيانا هتقدر تحقق ميداليه في الاولمبياد، وان النادي الاهلي كان في ادارة بيدعمها بكل قوه، وعرفناه ان النادي الاهلي هيكرمها تكريم كبير جدا، لان طبعا رفعت اسم النادي الاهلي، مش بس طبعا اكيد مصر رفعت اسم مصر طبعا عاليا، واكيد رفعت اسم النادي الاهلي ليها خارجه منه. ودكتور مهند مجدي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان بطل عالم للكاراتيه هيستقبلها بنفسه في مطار القاهره. وعايز اقول لكم ان ده هو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيقف جنب دايما جنب ابطاله، ودايما بيقدم لمصر كوادر رياضيه ومدربين واداريين لمصر عشان تقدر تخوض بيهم المنافسات الدوليه. بس خليني اقول لكم موضوع اكيد الناس بتتساءل، هو ليه الكاراتيه كان في الاولمبياد وهيخرج من الاولمبياد؟ كل دوره اولمبيه الدوله المنظمه بيبقى ليها الحق انها تختار لعبه تدخلها كلعبه مشهوره في البلد، يعني لعبه من الناس بتتابعها وبتاع، عشان يدوا زخم جماهيري للاولمبياد. فاليابان اختارت الكاراتيه لانها منشاها، يعني منشا اللعبه دي هي اليابان، فاليابان اختارت الكاراتيه. ايه اللي هيحصل في باريس؟ الله اعلم. ايه اللي هيحصل بعد باريس؟ الله اعلم. ولكن هي خلاص اكيد بره. انا سمعت ان الاتحاد الدولي، سمعت قريت ان الاتحاد الدولي للكاراتيه بعت لجنه الاولمبيه الدوليه بيطالب ادراج الكاراتيه كلعبه اولمبيه ثابته، ونتمنى ده لان ده هيفضل محافظ لنا دائما ابدا على ميداليتين ثلاثه مع دخول رفع الاثقال. الموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله لمصر في الاولمبيات القادمه، بس يا رب بس نركز في موضوع المنشطات، لان ده بيجي لك من حيث لا تدري. الايقاف والحاجات دي برضو في دايما تهديد جاي لك من ناحيه المنشطات، فلازم لعبتنا واتحاداتنا تبقى مخليه بالها. هنروح للجمباز في النادي الاهلي. الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز بيستعد للموسم الجديد، وزي ما انتم عارفين عندنا صاله جمباز من احدث الصالات، ده دكتور محمد فؤاد اللي كان ضيفنا في حلقه من الحلقات. وعندنا عدد كبير جدا من جمباز اللي بيقدم برضو لمصر مجموعه من الكوادر. الدكتور محمد فؤاد صرح لبرنامج الابطال وقال ان جميع فرق النادي بتتجهز باحسن شكل استعدادا لبطولات الموسم الجديد، وقال النادي هدفه هو الفوز باغلب البطولات دي، واننا حققنا نتائج كويسه جدا الموسم اللي فات. واكد ان الجهاز عمل برنامج تدريب لجميع اللعيبه سواء فنيه او بدنيه، وده تم اشراف طبعا تحت اشراف مدربين، يعني اشراف احسن مدربين، وبنحاول نجهز اللعيبه للبطولات باحسن شكل. وكمان اكد ان بدايه الموسم لسه ما اتحددتش لغايه دلوقتي. طبعا الجمباز كان مشاكل في الاولمبياد، اكيد هنرجع ناخد وقتنا شويه، الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد هياخد نفسه، وبعد كده نخش على طبعا النشاط. الجمباز يعني ماشي كويس، لو استمروا بالمعدل ده ان شاء الله ممكن نقرب جدا من الميداليه في باريس ان شاء الله 24. هنروح لكره الماء في النادي الاهلي. ناشئين كره الماء وهم عدد كبير جدا ولاعيبه كبار جدا بيستعدوا للموسم الجديد. فريق كره الماء للناشئين كلها ايام يعني بسيطه، وهنبتدي بقى ايه الماتشات بتاع كره الميه والمنافسات الشديده. كاميرا الابطال كانت موجوده معاهم، عملنا التقرير، نشوفكم ونرجع لحضراتكم تاني. And to develop the club in the best teams in Egypt. And to create the best team in Egypt in all categories. السيستم السنه دي هو عايز يبني سيستم جديد للسنه دي، وعايز يحمل احسن لعيبه في مصر ويكسب جميع البطولات في المراحل السنيه في قطاع الناشئين. We don't know exactly the schedule from the federation, but we have information that we will start with 2020-2005 generation. That means we force these ages to create our target. لسه الاتحاد ما نزلش حاجه رسمي، ولكن مجرد حاجات سامعينها ان 2002 و2005 هم دول اول اثنين جروبس هيبتدوا، وبالتالي هم دول اللي احنا هنبتدي نجهزهم عشان خاطر البطولات بتاعتهم. Specific preparation will be to understand my way of thinking about tactics. We need a lot of work because I have another way to deal about water polo tactics. I'm from Yunnan, I mean from Greece, so we have another way of playing than Serbian type style or Hungarian style. So we need time to develop all this to the groups and to create the new system. هو مدرسة يونانية، ودي مدرسة قوية جدا في قطاع الناشئين.
المدرسة اللي كان في النادي قبل كده كانت مدرسة صربية، كان في مدرسة مجرية قبلها، هو مدرسة مختلفة خالص، وعشان كده محتاج شوية وقت عشان خاطر يبتدي يبلد أو يعني يبني النظام الجديد للمدرسة اليونانية في النادي الأهلي. احنا بنبتدي الاعداد بقى البدني والفني والاداري كله لبدايه موسم جديد ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله حامل اللقب السنه اللي فاتت، وطبعا عايزين نكمل بقى من المستوى اللي قفنا عنه ان احنا اول، نكمل على نفس المستوى ده ان شاء الله. بدانا الفتره الاولانيه اللي هي الاعداد البسيط للولاد، شويه فتنس مع شويه سباحه خفيفه، وابتدي بقى نخش في التمرين بقى ان شاء الله وتاكتكس. احنا عندنا الكونسبت اللي احنا متربيين عليه، اول واحد بيخسر ده اللي واخد المركز الثاني مش الاخير، لا. فهو الكونسبت ان انت بتلعب في الاهلي انت كده وكده ما ينفعش تفكر في حاجه غير في المركز الاول بس، فلازم على طول انت شغال. يعني حتى في فتره الراحه السلبيه خالص لا، الولاد بيشتغلوا ثلاث ايام في الاسبوع، بيشتغل بشكل مريح اكتر او اخف شويه من الضغط بتاع لود فتره الاعداد، بس ما بيقفش. ليه؟ لان هو اوريدي مطالب ان هو على طول شايل الذهب وشايل اسم النادي فوق. يعني ان شاء الله السيزون احنا ابتدينا هو من 1/7، دي فتره الاعداد، بتبقى فتره اعداد عام بنبتدي فيها تجميع الفرقه تاني بعد الامتحانات، وبعد كده بقى بنبتدي فتره الاعداد العام وبطولات بقى مختلفه، دوري وكاس والمراحل بقى كل الناشئين. نفسيا ان هو يبقى جاهز، ان هو يبقى عارف التارجت بتاعه شكله عامل ازاي، محتاج ان هو يلعب على ايه، محتاج ان يبقى يقوي ايه السيزون ده، الاخطاء اللي كانت موجوده السيزون اللي فات عشان نتفاداها السنه دي. لو كنا كسبنا مرحله، احنا الحمد لله كسبنا السنه اللي فاتت كان اكتر من مرحله، فانه يفضل محافظ على القصه دي، ان هو يبتدي يبص بقى الاشتراك الدولي ويخش في المنتخب، ده نفسيا يعني ان هو يبقى جاهز انه ما ينزلش عن اللي حصل يعني السنه اللي فاتت او اللي حققه يعني. لا الحمد لله الاخر سيزون كنا واخدين اول، خلص في شهر 4 وخدنا فتره اجازه شهرين تقريبا، ولسه راجعين اهو وبقالنا يومين بس بننزل المايه، فان شاء الله نحقق الانجاز ده تاني ان شاء الله ان احنا ناخد اول. طبعا التدريبات احنا المفروض كل واحد بيتمرن جامد وكل واحد بيتمرن بقلب وروح، وكل واحد طبعا بيصلح مثلا للتاني غلطه وكده، عشان كلنا واحد يعني، كلنا فرقه واحده، ف بننزل كلنا بنفس الروح عشان نكسب البطوله يعني. ان شاء الله يعني ما دخلناش في الاستعداد يعني، احنا داخلين اهو اول تمرين ان شاء الله يعني في الميه، بس يعني ان شاء الله يعني نأدي سيزن عالمي، سيزن نجيب بيه الدرع ان شاء الله يعني. الفترة اللي جاية النادي الأهلي في قطاع كرة الماء يعتمد على المدرسة اليونانية، عارفين اليونان من أكبر المدارس في العالم في أوروبا وفي العالم في كرة الماء، والراجل قال في البداية إنه محتاج وقت عشان يبتدي التكتيك اليوناني يطبقه مع الناشئين. فطبعا واضح حجم الجهد المبذول من النادي الأهلي ومن إدارته ومن اللاعبين ومن الأجهزة الفنية في هذا القطاع، فكان لازم نروح ونسجل لحضراتكم هذا التقرير. طيب هنروح لجيانا فاروق تاني، بس الحقيقة قبل ما أتكلم عن جيانا عايز اقول حاجه، الست ميداليات اللي خدتهم مصر 3 للسيدات و3 للرجال. كنت بسمع زمان نغمه دايما يعني بتتقال، مش من كل طبعا بس للي مش فاهم رياضه، بيقول لك يعني قطاع السيدات يا عم انت قطاع السيدات بتصرف عليه ليه وبتاع. دلوقتي وصل المرحله ان احنا كان قبل اليوم الاخير السيدات محققين ميداليات اكتر من الرجال. فالحقيقه قطاع السيدات دلوقتي بقى هو ممكن يبقى، وكمان مش بس السيدات، ده المرأة المصرية ليها دور كبير جدا، وكانت هي كلمة السر في فترات كبيرة جدا في الوطن في كل مجال. فحقيقة في الرياضة دلوقتي لما نلاقي 3 ميداليات من أصل 6 واللي محقق الذهب لاعبة، لا هنا لازم نقف ولازم ندي الدعم كله لقطاع السيدات وقطاع الأنسات، عشان ممكن هو ده اللي يحقق لنا طفرة كبيرة، مش ممكن أكيد. وأول ميدالية وآخر ميدالية لمصر في تاريخ الاولمبياد كان ست او مرأة مصرية، كل التحية للمرأة المصرية. والحقيقة هو ده الدولة المصرية أولت اهتمام كبير جدا بالمرأة المصرية والقيادة السياسية الحقيقة من أول يوم، ودور المرأة كبير جدا في كل المجالات. ليه احنا النغمة دي مش عايز اسمعها تاني؟ قطاع السيدات قطاع لا يقل أهمية عن الرجال، بالعكس ده بيستطيعوا على المستوى الدولي والعالمي يشرفوا مصر،
ولازم يكون فيه اهتمام اكتر. نفسي اشوف منتخب كره اليد سيدات، نفسي اشوف يعني اشوف قطاعات السيدات تنتشر وتكبر ويبقى فيها اهتمام كبير زي الرجال، لان اثبتوا نفسهم. والمراه المصريه دائما ابدا هي كلمه السر، هي الام. وخلي بالكم اللاعبين الرجال الباقيين مين اللي بيبقى السبب الاساسي ان هو بقى بطل؟ امه، والدته، يعني الست المصريه ورا كل الانجاز ده. فمش عايز اسمع النغمه دي تاني. النغمة دي من قلة طبعا بتتقال من وقت للتاني، ولكن السيد المرأة المصرية أو السيدة المصرية هي سر عظمة هذا البلد العظيم. هنروح لجيانا فاروق، ومن هذا المنطلق اللجنة الأولمبية المصرية ادت لجيانا فاروق شرف أنها تشيل علم مصر في الختام. وتستحق يا جيانا، تاريخك كله يستحق. أنت يعني مثلت مصر وفي بطولات كتيرة ورفعت اسم مصر، وده المنظر اللي احنا شايفينه ده، أن لاعبة حاصلة على ميدالية تحمل علم مصر، رسالة أكيد مصر بتقول لا إحنا عندنا شغل في كل القطاعات. ودي طبعا صور بتجمع طبعا المهندس هشام حطب، أو صورة تجمع المهندس هشام حطب مع أبطالنا أو بطلاتنا الحاصلات على الميداليات. جيانا أول مصرية وعربية أفريقية تحقق ميدالية أولمبية في الكاراتيه، وده حاجة يعني شرف كبير جدا، وقدرت إنها تستر بأحرف من نور. ما بالكم بقى الميداليات اللي في بطولات العالم السابقة. جيانا اسم من ذهب، نتمنى لها كل التوفيق، حاجة يعني شرف، وهتفضل الأجيال القادمة تفتكرها سنوات وسنوات، حتى بعد 100 سنه هنفضل فاكرين مين جيانا فاروق. هنروح لمنتخب اليد. زي ما حضراتكم عارفين منتخب اليد خد رابع الاولمبياد، خد رابع الاولمبياد. طبعا بنحيي من هنا مدرب المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا، الحقيقه اللي عمل شكل وطعم ولون لمنتخب الرياضه، مكسب وخساره، ولكن الاداء اللي احنا شايفينه ده، لا ده حد، ده الفرقه نازله تكسب، فرقه نازله تكسب مش نازله تادي. لا ده اللعيبه لما خسروا قبل النهائي من فرنسا وخسروا التات والرابع من اسبانيا بيعيطوا زعلانين، لا احنا مش هنا، احنا عايزين ذهب. والحقيقه هو ده الجميل والشخصيه لكره اليد، مهما عدى عليهم اجيال وجت اتحادات ومشت اتحادات، المنظومه ماشيه صح. ومن اول اسسها الدكتور حسن مصطفى الى يومنا هذا منظومه ماشيه صح. وحضراتكم عارفين طبعا ان المنتخب بيضم ثلاثه من النادي الاهلي، محمد عصام الطيار وابراهيم المصري واحمد عادل، والثلاثه كان ليهم دور كبير. بس خليني اقول لكم حاجه مهمه، اعداد منتخب مصر اللي حصل قبل اولمبياد طوكيو اعداد قوي جدا جدا، وكان متخطط له صح. عشان اقول لكم ان مفيش حاجه بتحصل بالصدفه، منتخب مصر لعب في الاعداد، لاعب فرنسا اللي احنا لعبناها، لاعب المانيا اللي احنا لعبناها، لاعب اسبانيا اللي احنا لعبناها، يعني الفرق اللي كنا باصين على المجموعه الثانيه وشايفين مين هنلاعبهم، وكنا باصين على مجموعتنا وعارفين ايه اللي هيحصل. ده واضح من التخطيط. ويعني احنا قابلنا المانيا في دور الثمانيه لعبناها وخسرنا منها هدف وكسبناها، ليه؟ لان احنا شفناها في الاعداد، فخلاص الخوف راح والحاجز راح. قابلنا فرنسا وخسرنا يعني بصعوبه جدا، واسبانيا في تاتو الرابع وخسرنا بصعوبه جدا. يكفي فرحه منتخب اسبانيا بعد ما حققوا الفوز علينا، اكيد هم كانوا مديين للماتش يعني قوه جامده. كل التحيه لكره اليد، واتمنى اشوف الفرق الجماعية كلها زي كرة اليد. مش صعب، مصر تقدر، وهفضل أقول كده، مصر تقدر ونقدر، عندنا كوادر بشرية جبارة، إمكانيات وبنية تحتية جبارة، نقدر، خلي طموحنا يعلى، عايزين نشوف الفرق الجماعية توصل لأقصى نقطة ونشرف بلدنا، لأن مصر اسم غالي جدا جدا على قلوبنا كلنا. هنروح لترتيب مصر العام في الدورة الأولمبية. مصر طبعا بعد الميدالية الذهبية والفضية على إيد فريال وعلى إيد الجندي، قفزنا 34 مركز من 78، بقينا خلصنا البطولة في ال 54، وده ترتيب جيد. بعد ست ميداليات اللي خدناهم، وكلكم عارفين طبعا الميداليات مين ابطالها، دي فريال ودي مباراة الجزائر على فكرة، الحضن اللي فات ده هتوها يا جماعة، دي مباراة الجزائر. لاميا معتوب اللي كنا بنتكلم عليها. طيب مصر بقى على المستوى الافريقي جت في المركز الرابع بعد كينيا، 4 ذهب 4 فضة 2 برونز، اوغندا 4 ميداليات 2 ذهب واحدة فضة وزيها برونز، جنوب افريقيا حققت 3 ميداليات ذهبيتين، ذهبية 3 ميداليات ذهبية وفضيتين. طيب احنا ترتيبنا ده الرابع افريقيا، عربيا جينا الثاني بعد قطر. بالرغم ان احنا محققين ميداليات كتير، بس الميدالية ذهب بتوازي يعني انفينيتي، يعني لا نهائي من الميداليات البرونزية والفضية، يعني ميدالية ذهب واحدة تعديك بلاد وبلاد. فعشان كده دول سبقونا ان هم جايبين، كينيا جايبة 4 ذهب و4 فضه اكيد سبقونا، و2 برونز، الجري المسافات طويله. كينيا الحقيقه عندهم قدره عشان هم اعلى من سطح البحر بكيلومترات، فطبعا عندهم رئه تتحمل الجري المسافات البعيده. اوغندا نفس الكلام، وطبعا جت قبلينا
كمان جنوب افريقيا. نتمنى ان شاء الله نبقى واحد عربيا واحد افريقيا، وده مش عيب، دي المنافسه في الرياضه. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان طيب هنطلع لفاصل وهنرجع عشان نستقبل ضيوفنا او ضيفاتنا اللي صفقات الجديده في كره السله. زي ما قلت لحضراتكم كنا شايفين من شويه في التقرير صفقاتنا في كره الطائره. هنروح على كره السله، رنيم الجداوي وندى نافع اكيد عندهم طموحات كتيره جدا مع النادي الاهلي، هنعرفها ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمتينا طبعا مشرفينا في الاستوديو، نجوم منتخب مصر او نجمات منتخب مصر والنادي الاهلي دلوقتي بقى خلاص، والصفقات الجديده اللي انضمت في كره السله النادي الاهلي. برحب في البدايه برنيم الجداوي، اهلا بيك يا رنيم. اهلا بحضرتك، منوره النادي الاهلي وقناته. ميرسي، نور حضرتك والله. برحب بندى نافع، احد طبعا النجمات في كره السله المنضمه حديثا للنادي الاهلي، اهلا بيك يا ندى. اهلا بحضرتك، منورانا منوره النادي الاهلي وقناته. ميرسي جدا. ابتدي معاك يا ندى، يمكن قصة انضمامك كانت جاية ازاي؟ يعني انت اخر سيزون كنت مع هليوبلس وقعدت فترة معاهم قبل ما تيجي. ايه اللي خلى النادي الاهلي يتكلم معاكي وبدأت المفاوضات ازاي؟ هو بدأت اول ما السيزون خلص، كابتن علي كلمني وقال لي ان هو محتاجني ان هو يبقى ابدأ معاه السيزون الجديد. بس بعد كده على طول يعني. بس انت اكيد عملتي ماتشات حلوة قصاد النادي الاهلي عشان كده يعني. قصدي اقول اخر الماتشات خالص كنا يعني لعبنا قدام الاهلي. يعني اغلبيه الماتشات لعبناها قدامهم في الاخر، ف تعبتينا جدا. ما هو ده طبيعي ان هو اكيد شكل. فلعبت كويس كده، وقبليها في السيزون يعني برده كان في ماتشات كويسه، فالكابتن تقريبا كان محتاج البوزيشن بتاعي. ف وسيمي فاينل دوري السوبر برده كان ليكي ماتش عملتيه كويس جدا. ايوه يعني قصدي اقول ان كابتن علي هاشم اكيد لما طلب ده اكيد يعني علمت علينا جامد يعني. بس خليني اقول انه ان يعني ان النادي الاهلي بيدور على صفقات من ليفل معين، يعني عايز حد يجي يعمل الفرق، وحد يجي يبقى مستعد ان هو فنيا ان هو انضم للفرقه، خاصه ان الفرقه كويسه، فرقه النادي الاهلي كويسه. شايفه ده ازاي؟ شايفه ده في المستقبل معاكي في السيزون اللي جاي ازاي؟ يعني كتدريب وكنادي الاهلي من كل النواحي يعني حاجه بروفيشنال، فحاسه ان هو يعني ان احنا هيخلينا نتحسن اكتر من حيث التمرين، من حيث الاهتمام بكل النواحي بتاعه التدريب وكده. يعني انت حاسه ان في احترافيه في حاسه ان الموضوع بروفيشنال اكتر يعني. نزلت التمرين ولا لسه؟ ولا بس لا بدانا نتمرن. ايه الجو؟ قولي لي بقى الصاله والجو. خلي بالك الجو ده بيبقى غريب شويه في الاول يعني، طبعا انت اول مره تنضم للاهلي، الصاله والجو والاضاءه يعني، وزمايلك قابلوك ازاي او زملاتك قابلتك ازاي؟ كلميني عن الشعور ده. هو شعور بس حاسه ان انا مخضوضه شويه. بس لا يعني كده كده البنات يعني احنا كنا اتمرن مع بعض في المنتخب، فالبنات اصلا اصحابنا من الاول. فبس يعني شعور ان انا داخله النادي الاهلي حاجه يعني حاسه ان انا مبسوطه. اقرب لعيبه ليك في النادي الاهلي؟ سوريا. ها بتقعدوا مع بعض في المنتخب يعني؟ انت اعتذرتي اخر بطوله اللي هي كانت في رواندا تصفيات المنتخب الخمسه. اعتذرتي يعني، بس انت في العادي مع سوريا في الاوضه. صح. ايوه. ويمكن ليها دور في ان انت تيجي ولا هي جت بظروفها؟ لا هي جت بظروفها، بس يعني اكيد لما بلاقي حد مثلا بحبه في الفريق ببقى متحمسه طبعا. اكتر ان هو يعني هبقى مرتاحه برده من ناحيه زملاتي وكده، ومن ناحيه ان انا مع الكابتن وكده، الحاجات دي كلها نواحي دي بتخليني ان هو اخد خطوه ان انا ممكن العب في النادي ده. صحيح، بتبقى الدنيا اريح. أيوة. تحس ان هي اسره وتخش. ايوه دي حقيقة. طب خلينا اجي لك رنيم برده، يعني انت برده ليكي قصه بقى طويله شويه. انت طبعا بنت اسكندريه سبورتنج، وبعد كده رحتي جامعه. رحتي ولايه كنتاكي، لعبتي في جامعه هناك. كام سنه؟ أربع سنين. قعدت الأربع سنين كانوا هناك في أمريكا. وكنت مأدية أداء كويس، احنا كنا مكافئينك أديت أداء كويس. خلصت السنة اللي فاتت ورجعتي مصر. بدأت القصة زي ما النادي الأهلي، مين اللي كلمك في الأول؟ يعني كابتن علي برضو كان بيتواصل معايا، وبعد ما السيزون خلص أنا كنت محتارة أفضل في النادي سبورتنج ولا آجي، بس كابتن يعني اتكلم معايا كتير وكده، وقررت إن أنا طبعا أي حد شرف لي إن هو يلعب في النادي الأهلي، فكانت خطوة بالنسبة لي ان شاء الله تبقى خطوه. طيب يعني
بابا وماما كان رايهم ايه مثلا؟ اسرتك خدتي رايهم يعني؟ قولي لي برده على الكواليس اللي الناس ما تعرفهاش. يعني بابايا كان ليه طبعا ساعد كبير ان هو كان يعني بيسابورت مين ان انا اخد الخطوه. طبعا هو اهلاوي من زمان واخويا برده اهلاوي فكلهم بقى شجعوني ان انا اروح الاهلي. واكيد طبعا يعني كل اللاعبات اكيد يعني كنت في المنتخب زي ندى برده نفس الكلام، كنت تبقوا مع بعض في المنتخب يعني متهيألي مش حاسه بغربه يعني ما فيش. لا لا خالص، انا اتمرنت معاهم تمرينه ويعني كنت هم كلهم صحابي صراحه، فما كنتش حاسه فعلا بغربه يعني، كنت حاسه صحيح. طب انا عرفت ان انت طلعتي من امريكا على رواندا صح ولا رجعت القاهره؟ لا رجعت مصر شويه وبعدين سافرت. قد ايه اتمرنتي مع المنتخب قد ايه؟ اصل انا سمعت ان انت كانت فتره قليله اتمرنتي في المنتخب. شهر مش ممكن يعني، يعني قصدي اقول ان انت ما عدتيش. طب عملتي في كورونا هناك يعني؟ انت خدتي بقى كورونا في عزها في امريكا؟ يعني في امريكا بس هناك كانوا يعني كان في احترازات على اكمل وجه يعني. في امريكا كانوا كل في الاسبوع كنا بنعمل 3 تحليل الكورونا بي سي ار، والله ما ينفعش ان احنا نلعب ماتشات او تمارين او كده غير لما يكون عاملين التحليل وكله يبقى نيجاتيف. فكان كانوا يعني. طب وفي الدراسه كانت اونلاين ولا كنت بتروحوا؟ لا كانت في حاجات اونلاين وفي حاجات بنروح، وبرده يعني كانت يعني في مثلا لما بنروح الجامعه او حاجه كانت ما كانتش بتبقى الفصل كله بيروح يعني. كان يعني بيبقى 50% 50% بيبقى في شيرنج للموضوع ده عشان ما يحصلش ان يبقى في عدد كبير. بالظبط. بس احنا كنا سامعين الجامعات وقفت، الكلام ده كان صح في يعني اول لما اول لما كورونا بدات وقفت خالص، وبعدين بقى يعني قعدوا بقى اللي هو يعني اونلاين، وبعدين بقى 50%، وبعدين السنه الجايه اعتقد خلاص كله هيبقى هيروح الجامعه عادي. كله بياخد الفاكسين وكله بعد كده هيروح الجامعه خلاص. طب قولي لي يعني قصه سفرك امريكا بيبقى صعب، انت عارفه بيبقى بنت وتسافر وبتبقى الغربه وتبقى انت قاعد لوحدك ويعني بتبقى صعب على الولد، ما بالك البنت بقى. سافرت ازاي؟ اختي الصراحه هي اللي قعدت تشجعني ان هو انا كان نفسي اكبر مني بس هو انا كان نفسي اسافر من زمان ان انا اروح يعني العب بره. بس اول لما جت لي اسمها ران صح؟ ران كانت بتلعب معايا في النادي سبورتنج اكبر مني. دي لقطات طبعا من توقيع طبعا على العقود في النادي الاهلي. بس ليه هو القلم احمر ليه؟ انت كنت بتمضي بقلم احمر ليه؟ طيب قولي لي يعني اختك شجعتك ولا؟ يعني انا اول لما جات لي السكولرشيب كنت خايفه طبعا ان انا اسافر لوحدي. جات لك ازاي؟ وانت بتلعبي مع المنتخب؟ وانا بلعب مع المنتخب لما رحنا كاس عالم في روسيا، المدربه هناك كانت بتتفرج فكلمتني يعني وتواصلت معايا ان انا اسافر. بس اختك شجعتك؟ شجعتني. طب بابا وماما؟ بابايا يعني هو ما كانش عايز يسافر قوي، بس يعني اللي هو كان شايف ان ده الاحسن لي فكان مشجعني. درست هناك بزنس؟ بزنس فخلاص يعني ويلكم باك واهلا بيكي في النادي الاهلي، ان شاء الله تعملي شغل كويس. يعني انت شخصيه ما شاء الله يعني، يعني ليكي شخصيه سواء انت او ندى في الملعب ليكوا شخصيه احنا اتفرجنا عليكم. ف يعني اتوقع ان انتوا ان شاء الله تنجحوا في النادي الاهلي. بس برضو اجي لك يا ندى، يمكن اكيد انت ليكي مثل اعلى يعني، اكيد شايفه حد في البوزيشن ده، شايفه حد يعني في المركز بتاعك ماسك الاعلى مين؟ مش لازم بنات على فكره يعني، ممكن اولاد، مش لازم جوه مصر بره مصر. بره مصر في ناس كتير، بس ممكن جوه مصر اسماعيل احمد يعني البوزيشن بتاعنا هو اكيد التوب يعني. طبعا طبعا. فاعتقد ان هو في نفس مركزه تقريبا، هو بيلعب 4 و5 بس هو نادرا ما بيلعب 5، هو بيلعب 4 اكتر بس انت بتلعبي 4 و5 مش كده؟ طب قولي لي يعني مين اكتر لاعبه كانت في الدوري السنه دي كانت بتتعبك في النادي الاهلي لما تمسكيها؟ كايلا. كايلا ما هو دي كانت تعبانه، احنا هنا في الاستوديو بنتعب ما بنلحقش ما شاء الله. هي اكتر حد كانت انت كنت بتمسكيها؟ يعني ده في ماتش في النوبلس انا فاكر حاطط 32 بونت او حاجه زي كده. لا لا في ماتش حاطط 51 بونت. انت كنت ماسكاها؟ لا مش ماسكاها اكيد. لا ما انا قصدي اقول ان هو يعني مين هيمسكها كايلا دي بقى يعني لو 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 الفرقه كلها مسكتها يعني لعيبه ام بي اي يعني هي يعني دبليو ام بي اي فيعني يعني ما حدش قال ان هي فيزيكالي قويه قوي. ايوه يعني كانت معانا في الاستوديو هنا لما جت حاجه كانت جامده جدا. طيب خلينا نتكلم على مستوى المنتخب. احنا عندنا بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في شهر 9 تقريبا صح يا رنين؟ بتهيألي مع كابتن هاب الالفي رايحين. شايفين حظوظنا ايه بالرغم ان احنا خسرنا من كينيا خساره غير متوقعه بامانه يعني في الفاينل بتاع المنطقه الخامسه، بس شايفه نقدر نروح نعمل حاجه خاصه في وجود مالي؟ كينيا بقت كويسه جدا، كوت ديفوار بقت بتهتم جامد جدا بالباسكت دلوقتي، شايفه ده ازاي؟
هو انا شايفه ان كابتن ايهاب يعني مدرب كويس قوي، وحاسه ان هو يعني بيعرف يستخدم العناصر الموجوده كويس قوي، فحاسه يعني المره دي هتبقى احسن من المره اللي فاتت بكتير، لان فرصتنا المره اللي فاتت كان في ماتشات قريبه جدا كان يعني ممكن نكسبها، فحاسه ان احنا هنتعلم من الاخطاء بتاعت المره اللي فاتت وممكن نعمل حاجه المره دي. لعبتي مع المنتخب قبل كده انت؟ اه لعبتي اخر بطوله افريقيا ندى؟ اه كنا خدنا بين سادس او سابع صح؟ سابع اه يعني بيتهيألي ممكن الدوره دي نبقى احسن. بكتير يعني كابتن ايهاب يعني حد منظم جدا وشاطر يعني جداً. كان مدير فني النادي الاهلي يعني، فعنده سيستم ونظام وبيعرف يجمع اللاعبين كويس وبتاع. بس احنا خلينا على يعني مالي السنغال كوت ديفوار، خلي بالك يعني يعني في اهتمام بكره السله، شايفين الجماهير متابعه كويس قوي يعني، ما يعني اولاد وبنات متابعين نتائجهم ومتابعين الصفقات ومتابعين كل شيء، فده يخلينا نقرب يعني يبقى عندنا الهدف ان احنا ناخد حاجه زي كده او نقرب نبقى في المربع مثلا في بطوله افريقيا. أيوة. صح انا غلطان؟ أيوة. تونس اخبارها ايه؟ لا يعني اعتقد مصر احسن من تونس بكتير. دلوقتي احسن بكتير يعني، في جيلنا كان تونس هي ومصر بيبقوا قريبين، بس دلوقتي احنا احسن. احنا احسن بكتير. ويمكن السنغال وكينيا ومالي، مالي انغولا، انغولا طبعا انغولا انغولا طبعا، بس انغولا يعني ما بقتش بعبع زي زمان يعني، انا شايف ان انغولا ما بقتش هي البعبع اللي احنا ايامنا كان يعني. احنا بطوله افريقيا اللي فاتت احنا يعني كنا كسبانينهم طول الماتش، بس احنا خسرنا في الاخر يعني، بس اعتقد ان البطوله دي لو احنا تقابلنا انغولا هنكسب ان شاء الله. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا طبعا عن كره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ريمي جداوي وندى نافع. ندى يمكن اجيلك، اي لاعب في حياته بيبقى ليه مدرب اثر فيه يعني، لو احد كده سرح مع نفسه شويه يقول يا مثلا يعني ربنا يديله الصحه الراجل ده يعني او المدربه دي ساعدوني، مين من المدربين شايفاه كان ليه بصمه في حياتك الرياضيه؟ كابتن ايهاب الالفي. كابتن ايهاب ما اتمرنش معاه كتير في النوادي، بس كنت بتمرن معاه برايفت وكنت بحب اتمرن معاه قوي، وهو اكتر حد واثق فيا حتى في المنتخب وكده، هو اللي كان بيبوش مي يعني ان انا ابقى احسن، ان هو يعني ياخدني حتى، وتعلمت منه حاجات كتير اكيد يعني. بس فكابتن ايهاب هو اكتر حد. برافو، انت قلت كلمه حلوه ان هو وثق فيك. لعلمك اللاعب بيبقى عايز المدرب يعني يثق فيا يعني، بيبقى فلما بيحس المدرب بيثق فيه حتى لو هو في ناشئين ما بينساهوش. ايوه، فتقريبا كابتن ايهاب الالفي لمس ده، ودي صورتك معاه على فكره. شفتي بقى احنا جايبين كل حاجه يعني، انت بس قولي اللي انت يعني يعني عارفه، انت زي اول ما تيجي الفكره هتيجي في دي. كانت فين الصوره دي؟ في اسكندريه. اسكندريه كان عندنا معسكر في اسكندريه مع المنتخب. وخرجنا يوم كده. كان في طبعا في اوقات بنخرج كان ايه ده، اكل السمك ولا ايه ولا شفتي بقى، انا عارف دي ابو قير على ما اعتقد. صح. انا فاكر الحته دي عندها مطاعم سمك كتير. فانت كابتن ايهاب الالف انت من هنا بتقدمي له تحيه طبعا كمدربين اثروا فيك. يعني كمدرب كاب يعني طبعًا. بعتبره ابويا الثاني، لاعب كبير ونجم كبير. طيب خلينا نروح لرنيم، يمكن برضو اكيد في حياتك في مدربين مين؟ طبعا في كتير والله، من ساعه لما بدات مشواري في كابتن هيثم رسلان، من يعني ده ساعه لما كنت في ال14 هو اللي يعني دفعني وخلاني اثق نفسي. في طبعا كابتن شريف عزمي، كابتن ايهاب الالفي، في مدربين اللي انا كنت بتمرن معاهم في امريكا طبعا، قولي اساميهم طبعا، كوتش كولينز. كلهم والله اثروا فيا ويعني دفعوني ان انا ابقى احسن وابقى كلهم في كل حته. بالظبط. بس يعني انا حاسس شويه ان انت ملتزمه يعني رنيم، انا يعني حتى اللي عرفته من عنك قبل ما تيجي، لا لعيبه ملتزمه، سواء ندى كمان على فكره ملتزمين، تمرين، عايزين تبقوا احسن دايما طبعا. يعني فده طبعا مش هتلاقي اختلاف كبير جوه النادي، هو النادي الاهلي كده، فاكيد مدربينك شافوا ده فعشان كده هم ساعدوك يعني، الاساس بيكون هو اللاعب. وانا اعرف ان كابتن هيثم رسلان لي بنت كمان بتلعب، صح ولا انا غلطان؟ اللي بنت بتلعب في الفريق الاول كمان، صح ولا ناشئات؟ لا ناشئات. ناشئات صح. انا فاكر لان هو كان السنه اللي فاتت تقريبا بتلعب في المرتبط حاجه زي كده، فهو طبعا اكيد يعني شايفك زي بنته، اكيد هو كان شايف ان دي هتبقى ليها شغل كويس. طيب خلينا ناخد تليفون مهم كمان، كابتن علي هاشم المدير الفني الفريق الاول لكره السله لسادات بنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن علي. يا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. طبعا ندى وهنا في الاستوديو، رنيم بيبعتوا لك كل التحيه يعني. مسير عليهم احسن. تحب تقول لهم ايه يا كابتن علي على الهوا؟ بقول لهم طبعا الف مبروك للنادي الاهلي، حاسس بالمسؤوليه كبيره طبعا، و
ان شاء الله باذن الله يكون اضافه عن اضافه كويسه واضافه قويه للموسم ده ان شاء الله باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، انت كنت السنه كنت السنه اللي فاتت بتعاني من تحت الحلقه شويه، يعني يمكن تحت الحلقه كان عندنا بعض الاصابات جات، ويعني وفنيا كان عندنا دروب السنه اللي فاتت فعلا زي الاصابات، وفي ناس كانت ممكن توفقها. ف يعني من الموسم اللي فات واحنا بدانا نشوف الحلول هتبقى ايه، والحمد لله وصلنا لمعدلين كويسين جدا. الاثنين لاعبين منتخب مصر ومن احسن الجهودات اللي موجوده الموسم اللي فات واللي قبله، وان شاء الله بيكونوا اضافه مع باقي الفرق. طب بقول لك يا كابتن علي، يمكن انت عندك ازمه، وانا يعني يمكن اتقابلت معاك في النادي، عندك ازمه ان انت الفرقه كلها في المنتخبات. بالظبط. والموضوع ده فيه مشكله، انه طبعا انت يعني زي ما بيقولوا يعني هتمرن مين؟ يعني من بقى بكره المفروض رايحين المنتخب هيبقى ثلاث لعيبه بالظبط. ثلاث لعيبه؟ طب ده كويس يا كابتن. ثلاث لعيبه ده كتير قوي، انا بهزر طبعا. يعني طب هتعمل ايه يا كابتن؟ عندنا مشكله طبعا، الناس في المنتخب هنبقى بنتابعهم كل يوم، هم بيتمرنوا الصبح وبعد الظهر، ف المفروض هم هيجوا لي جاهزين يا كابتن، بس المشكله في السيستم. المشكله هم هيخلصوا بطوله افريقيا على 27/9، انا هبدا ماتش السوبر يوم 12/10، وبدايه الدوري مرتبط 17/10، فما عنديش وقت، يعني ما عنديش وقت فعلا الفرقه تشتغل مع بعض وبتاع. طب يا كابتن، يعني برضو لا قدر الله، يعني طبعا نتمنى السلامه لكل لاعباتنا، بس برضو مش بس الفتنس، بتهيألي ممكن لا قدر الله جالك حد عنده شد اجهاد، ده جزء من تدريباتك يا كابتن علي، يعني ممكن اوريدي طبعا. طبعا وارد، طبعا وارد، طبعا هيبقوا جايين بطوله كبيره وبطوله قويه، فطبعا على الاقل 5-6 ايام اروح. لا ان شاء الله يا كابتن تقدر تتغلب على ده، وبتهيألي ممكن يعني يحصل ازاحه شويه للمواعيد، ولا خلاص المواعيد اتحطت من الاتحاد؟ اعتقد بنسبه كبيره جدا خلاص اتحطت، وهيبعتوا بكره ان شاء الله. هيبقى صعب طبعا انها تتعدل يعني. كل التوفيق ليك طبعا يا كابتن علي هاشم، المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات النادي الاهلي، كل التوفيق ليك يا كابتن، وبنشكرك شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن. خلينا نروح لرنيم. رنيم، يمكن الدراسه، جانب الدراسه، انا بحب ليه اتكلم عن الدراسه، ان احنا برنامج الابطال بيعرض ابطالنا كقدوه، مش بس الجانب الرياضي طبعا، كلكم متفوقات ومنتخبات مصر وتمثلوا مصر وعلى مستوى طبعا عالي جدا، ولكن اكيد الدراسه. انت طبعا خريجه بيزنس في جامعه امريكيه، اكيد يعني تعبت، يعني اكيد الموضوع كان فيه مشقه. شايفه ان اللاعب يكتفي بالرياضه، ولا لازم يبقى ماشي في الدراسه طبعا؟ لازم يبقى ماشي في الدراسه طبعا، علشان مهما كان الباسكت يعني هيبقى، مهما لعبت هيبقى في وقت ان انت خلاص هتبطل فيه، فانت محتاج الدراسه ان انت تشتغل بعد كده. فاعتقد ان الدراسه حاجه مهمه جدا بجانب الباسكت، والمفروض الواحد يركز على الاثنين، على قد ما بيركز بيروح التمارين وكده لازم برضو يذاكر ويبقى مجتهد يعني في الجامعه او في المدرسه. او انت حابه تشتغلي يعني، حابه تخش حياه يبقى لي كارير او كده، حابه ده؟ ان شاء الله. ده هيبقى مجهود مضاعف كمان عليك يعني طبعاً. اكيد بس انت، انا ليه بجيب الجانب ده؟ عشان لعباتنا صغيرين يشوفوا ان الموضوع مش بس ان انا يعني ابقى رياضي وبس، لا لازم ابقى عيني على الدراسه كمان. ايوه طبعا. طب ندى، قولي لي برضو، انت خريجه تربيه رياضيه صح؟ واكيد 4 سنين ولا 5؟ لا 4. كان في مشقه برضو. يعني جامعه وبتروحي وتيجي محافظه على لعبتك، توصلي تبقي منتخب مصر وتوصلي تبقي في النادي الاهلي، يبقى اكيد ده ما جاش من فراغ. دي حقيقه. هو برضو الدراسه مهمه جدا، يعني اكيد زي ما رنيم قالت برضو ان هو اكيد اي حد هيجي عليه وقته يبطل، فلازم يبقى ليه كارير وليه حاجه تانية، يعني بجانب ان هو مثلا لو هيطلع مدرب او حاجه لازم يبقى فيه حاجه تانية غير الباسكت. حبه تبقى مدربه؟ ليه؟ لا، كابتن عليا دلوقتي احنا شايفينها ما شاء الله عليها، يعني مدربه كويسه جدا جدا، وانا بتوقع لها مستقبل كبير جدا، يعني انا بتمنى اشوف الهيد كوتش مثلا لفريق السيدات يبقى سيده. يعني ليه ما يبقاش عندنا الطموح ده؟ يعني موضوع صعب. طب قولي لي، في نشأتك وانت دلوقتي حتى لسه يعني لاعيبه محترفه يعتبر دلوقتي، مين بيتعب معاكي بقى، بابا ولا ماما؟ مين اللي بيروح معاكي التمارين؟ مين بيوصلك؟ مين بيجي وراكي؟ مين اللي بيفضل ما ينامش لغايه ما ترجعي من تمرينك؟ قصه ايه؟ بابايا توفي يعني من وانا صغيره الله يرحمه، فمامتي هي اللي كانت معايا في كل حاجه، كانت توديني تمرين انا واختي، وكانت تقعد معانا وكانت تفضل مستنيانا لحد ما نخلص تمرين بس. فمامتي هي اكتر حد تعب معاكي وراحت وجت. دي حاجه. وكانت بتقعد ولسه لغايه دلوقتي يمكن. يعني دلوقتي خلاص كبرت وكده بقيت لوحدي، بس اللي هي يعني هي اللي بتشجعني دايما، حتى بتشجعني قبل الماتشات. طب لما الاهلي كلموكي كانت مبسوطه؟ كانت مبسوطه قوي، يعني هي كانت نفسها ان انا العب في الاهلي.
فبسطت قوي وقعدت تشجعني ان انا اروح وكده. طب وانت في هليوبوليس هل كانت مثلا برضو سبورت ليكي؟ كانت بتقول لك لا العبي كويس عشان تروحي مثلا نادي اكبر، ولا خلاص يعني ليدي يجي بقى واللي يروح يروح؟ لا هي كانت تشجعني ان انا العب كويس، بس يعني اللي هو كده اي نادي يعني بلعب فيه يعني هو ده المستوى اللي انا المفروض العب فيه، فكانت يعني مش فارق لها ان انا ماتشاتك كمان. ليكي اخوات؟ كام؟ ليا ثلاث بنات. ثلاث بنات. انت اكبرهم ولا اصغرهم ولا ايه؟ لا انا رقم ثلاثة. انت رقم ثلاثة، يعني في اتنين اكبر مني وفي بنت وفي اصغر مني. ما شاء الله، ربنا يخليكم لبعض يا رب. ميرسي. والثلاثة بيلعبوا باسكت ولا؟ لا في اتنين الكبار مش بيلعبوا، والصغيرة بتلعب باسكت. بتلعب باسكت. لسه يعني شايفاكي مثل اعلى بقى، يلا شدي حيلك بقى خلاص تيجي الاهلي. لعيبة كويسة تيجي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. نفس الكلام يعني، مين بقى اللي كان بيتعب معاكي؟ مين اللي كان بيروح معاكي التمارين؟ انا عارف طبعا في اسكندرية والسعة والشتاء وبتاع، اكيد ما بيسيبوكيش لوحدك. في الاول كانت مامتي كانت بتيجي معايا وبتنتظم، بس توفت يعني ربنا يرحمها. بس ودلوقتي بابايا وبقى يعني بيشجعني ومتابعني كل حاجه، مش بيجي معايا قوي يعني انا خلاص. حرام. بس يعني الاكتريه اختي، يعني هي اكبر مني بسنتين، فاحنا سننا متقارب قوي لبعض، فهي اللي على طول بتبقى بتشجعني وتتفرج على الماتشات. كانت تلعب معايا، قعدت بنلعب مع بعض كتير في سبورتنج في الدرجه الاولى، انا مثلا 4 سنين بنلعب مع بعض، فهي بقى على طول كانت جات لك امريكا؟ هي دلوقتي قاعده في امريكا. لا هي جات لك هناك. جات لي وجت اتفرجت على كام ماتش هناك. هي عايشه في امريكا ولا عايشه هنا؟ لا عايشه في امريكا دلوقتي. عايشه في امريكا دلوقتي. يعني وكانت في ولايه ثانيه مع يعني كنتاكي ولا كانت في ولايه ثانيه؟ لا في ولايه في فلوريدا. فلوريدا. كانت بتجي لك مسافه مش قريبه يعني؟ كانت تاخد ساعتين. يعني انا ساعات لما كان بيبقى عندنا اجازه من التمرين او كده كنت بروح لها، عشان انا بحب قوي فلوريدا وجو البحر وكده. بس وهي بقى في اي ماتشات او كده لو كان عندها الامكانيه ان هي تيجي كانت كانتش بتتاخر الصراحه. طب لما رحت الجامعه هي كانت في امريكا؟ لا ما كانتش في امريكا. انا ليه بسال؟ عشان القرار كان صعب. فهي دلوقتي هي في امريكا، بس لما سهلت عليك الدنيا بالظبط. بس اول سنه رحتها هي انا كنت رحت لوحدي، هي ما كانتش لسه في امريكا يعني، فكان القرار كان اصعب شويه ان انا رايحه لوحدي، بس هي اللي شجعتني. واخويا طبعا. يا رب. طب واخوكي جالك ولا؟ لا ما جاء. طب اخوكي اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر مني. اصغر بكام سنه؟ سنتين برضو. الدنيا قريبه، سنتين يعني كلكم تعتبروا جيل واحد. طب بابا جالك برضو امريكا ولا ما جاش؟ انت كنت بتنزلي في الاجازه. كنت بتقعدي قد ايه هناك وتنزلي قد ايه؟ كنت بقعد 9 شهور الجامعه والدراسه، قصدي الجامعه والباسكت، وبنزل الصيف كام 6 شهور. لا انت كنت بتنزلي ايه؟ تنزلي 3 شهور اعتقد. شهرين 3 وبترجع تاني بتاع، عشان بيبقى في اعداد للجامعه بدايه الموسم. كنت بتقعدي شهرين. انا اللي اعرفه اللي بيقعدوا في مصر اجازه شهرين بس. طب وكان فول سكولرشيب يعني هم كانوا يعني مديلك منحه دراسيه كامله، ولا كان بيبقى في جزء عليكي في حاجات معينه؟ لا كانت كامله، كان كل حاجه، اكل والسكن والجامعه. كنت ساكنه جوه الكامبس برضه جوه الجامعه. والدنيا كانت لطيفه جدا. اكيد التجربه دي علمتك كتير جدا، وكان فرحانه قوي بجد ان انا اخذت. شرفتينا هناك طبعا اكيد. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن الباسكت، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم الجميل في النادي الاهلي دلوقتي انه بيتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، صفقه بتيجي تعمل الفرق. ندى ورنيم الحقيقه ان شاء الله متوقع لهم، وسمعنا كابتن علي هاشم قبل الفاصل بيقول ان بيتوقع لهم هيعملوا شغل مع الفرقه، وخاصه ان الفرقه في امس الحاجه لمركزهم، هم 2 لاعبات منتخب مصر. يمكن اجي لك يا ندى، يمكن انت من عيله مرسال. الله يرحمه كابتن مرسال كان من نجوم مصر ونادي الزمالك في الالعاب القوى، صح ولا غلطان؟ أيوة. فانت من العيله الرياضيه يعني ما شاء الله اتلتيك كبير، بتفتكري يعني الجينات ليها دور في الموضوع ده ولا لا؟ اكيد. حته البدني، ووالدتك كمان كانت بتلعب العاب قوى صح ولا غلطان؟ ماما كانت تلعب باسكت وبابا كان بيلعب. صح انا افتكرت. هل يعني ده برضو ليه دور؟ يعني هل برضو لما يبقى الاب والام كانوا رياضيين حاجه زي كده بيبقى ليها دور ولا لا؟ اكيد يعني نشاتي رياضيه يعني، فمامتي كانت بتشجعني دايما ان انا اللي هو لازم نبقى من الاول خالص بنلعب رياضه وكده. الرياضه اهم حاجه يعني بالنسبه لنا يعني. فبابا الله يرحمه برده كان بيشجعنا، وكان قعدت فتره بلعب العاب قوه ومع الباسكت، بعد كده بقى كملت باسكت عشان ماما. صحيح. ما طبعا اكيد يعني ماما هتوجهك الباسكت. بس خلينا ناخد مكالمه من امريكا، معانا ران طبعا اخت رنيم، ران الجداوي اخت رنيم من امريكا. اهلا بيك يا ران.
اهلا بحضرتك. يمكن انت ما كنتيش معانا على الهواء وما سمعتيش طبعا رنيم قالت عليكي ايه، يعني قالت كلام كتير وقالت ان ليكي كان ليكي دور كبير جدا في سفرها، وان هي كانت يعني لما رحتي امريكا كنتوا قريبين جدا من بعض. كلميني عن التجربه دي يا رون. طبعا كانت تجربه جميله، لان هي رنيم شخصيتها حساسه جدا. قبل لما تسافر امريكا كنا سنه خفيفه عليها، وانا على قد ما كنت بسبورتها ان هي تاخد الخطوه دي وان هي تلعب بروفيشنال، كل الكلام ده على قد ما كنت خايفه عليها طبعا. بس اول لما راحت هناك ما شاء الله تالقت وبقت يعني علامه مميزه في الام سي دبل اي، الدوري الامريكي للجامعات، وخلتنا صراحه كلنا فخورين بيها الحمد لله يعني. فرجعت حسيت ان انا الحمد لله عملت قرارات كتير انا شفتها ورجعت ان هي تاخد الخطوه دي وكده. بس الحمد لله يعني كانت خطوه كويسه جدا وساعدت كتير في مستواها وشخصيتها ما شاء الله. طب رن خليني اكلمك، لما رنيم كلمتك وقالت لك ان انا النادي الاهلي كلموني وعايزين نروح النادي الاهلي، كان رايك ايه؟ طبعا فرحت جدا. النادي الاهلي نادي كبير والمنافسات طبعا يعني اي حد من واحنا صغيرين نفسنا نلعب في النادي الاهلي، ونادي له جمهور كبير، مستوى تاني من اللعب يعني من المنافسات وكده. فطبعا فرحت جدا بالفرصه دي، وبس نفس الوقت انا على طول خايفه عليها يعني. انا رنيم انت قد لا لا وهي قد مسؤوليه باذن الله ان شاء الله. واللي خلى رنيم يعني تتالق في جامعه في امريكا في كنتاكي، وكمان هي كانت عايشه لوحديها، ده حطها في تجربه تعدي من اي حاجه تانية. صح باذن الله ان شاء الله. يعني ران بشكرك طبعا، بنكلمك من ولايه فلوريدا، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني رنيم تشرفك باذن الله مع النادي الاهلي. يعني برضو يعني في هارموني معاك وبينك وبين اختك، يعني نادرا ما بتلاقي الاخت متابعه اختها بشكل بتفاصيلها بكل حاجه كده، بالرغم ان هي بدوله ثانيه. صح؟ اه يعني بتهيألي رن تمثلك كتير. جدا يعني حتى في مثلا كل قراراتي مش يعني دايما انا اول واحده بكلمها هي رون، عشان انا عارفه ان هي تفكيرها شبه قريب من تفكيري، فاللي هو هتقوله لي انا فعلا يعني هكون مقتنع بيه اكيد اكيد اكيد. واكيد خلي بالك برضو يعني يعني البني ادم بيبقى مجموعه قرارات صح في حياته. يعني هتلاقي عشان ندى تبقى في النادي الاهلي النهارده وعشان تبقي انت في النادي الاهلي النهارده خدتوا مجموعه قرارات صح، سواء نشاتكم سواء لعبكم، ممكن يكون الاسره ليها دور كبير جدا، انتوا نفسكم ليكوا دور، يعني الموضوع بيبقى مجموعه من القرارات السليمه. بس خلينا نتكلم عن طموحاتكم على النادي الاهلي. احنا داخلين على موسم ندى فيه بطولات كتيره، في دوري السوبر، في كاس مصر، في السوبر المصري، ان شاء الله في بطوله افريقيه، ده اللي تقريبا اربع بطولات. طموحاتك ايه مع الاربع بطولات دي؟ ان شاء الله هناخد اول في كل البطولات يعني دي طموحاتي يعني مش اقل من اول يعني ان شاء الله. يعني شايفه ان مركز اول يعني حتى في افريقيا، يعني انت عارف افريقيا بيبقى فرق انجولا، بيبقى الموضوع برضو في فرق تونس كمان بيبقى متعاملين بقى فرقه او لعيبه محترفين، شايفه ده يعني نقدر؟ نقدر يعني كابتن علي يعني مدرب كويس جدا، والصفقات كلها وحتى البنات الموجوده كويسين جدا، فحاسه ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه قوي. انت لعبتي مع لوكا صح، اللي هي المحترفه بتاعتنا؟ لعبت معاها في ليوبلس. ففي تهيألي يعني مش هتحسي يعني بوينت جارد لما بيكون انت لعبت معاه هو المايسترو بتاع الفرقه. ايوه دي حقيقة. فانت ده هيفيدك كتير. طب ايه لوكا يعني اكتر حاجه بتميزها ايه انت لما لعبتي معاه؟ يعني من ايه شخصيا يعني؟ لا في الملعب هل عينيها حلوه مثلا؟ هل سريعه؟ بتلعبكوا انسايد تحت الباسكت كتير. خلي بالك البوينت جاردز ممكن يكون بيلعب الجاردات كويس، بس البوينت جارد عشان لعب السناتر تحت الحلقه بيبقى. انت شايفه لوكا كده ولا ايه؟ هي عندها فيجن يعني بتشوف الملعب كله، فحاسه ان هي هتلعب كله يعني من اول كاترز لحد. كنت مبسوطه لما الاهلي تعاقد معاها وانت جايه ولا؟ كنت مبسوطه قوي. اكيد اكيد عشان لعبت معاها وكده، وانا بحب لعبها من ساعه ما كانت في افريقيا، فانا كنت مبسوطه قوي. طب شايفه ايه كده يا رنيم؟ يعني شايفه لوكا برضو اكيد انت شفتيها، ما لعبتيش معاها انت كنت في امريكا، بس انت شفتي كايلا بتهيألي. كايلا كانت اتفرجت كنت بتفرج برضو يعني. لا لحقت لوكاس لعبتها، كنت بلعب مع سبورتنج في سنه، جيت بعد الجامعه يعني انضميت مع سبورتنج شويه فلعبتها في في الفاينل. صراحه لعيبه هايله يعني. فعلا بتبص على بتهيألي كمان انتوا لما جيتوا انتوا تحت الحلقه انتوا الاثنين خلاص، يعني احنا مش محتاجين حد محترف تحت الحلقه صح ولا لا؟ تاني محتاجين بوينت جارد بقى ينقلنا ويشغل اللعيبه موجوده سوريا، وجود سوريا، موجود السلعاوي، نادين السلعاوي، مجموعه كبيره بتهيألي مش هتحتاجوا غير بوينت جارد كويس يشغل. طب قولي لي مع المنتخب في يعني زي ما بتقولي بيبقى دايما في نقط قوه ونقط ضعف،
في المنتخب. منتخب مصر شايفه ايه اللي بيميزنا؟ بلاش الضعف اللي نتكلم عليه، ايه اللي بيميز منتخب مصر؟ هل احنا عندنا جردات كويسين؟ هل تحت الحلقه احنا كويسين؟ لا، محتاجين حد كويس تحت الحلقه. ايه اللي ناقصنا منتخب مصر او اللي بيميزنا في منتخب مصر؟ اللي بيميزنا ان احنا، انا بحس ان احنا عندنا يعني موهبه اكتر من الافارقه، يعني احنا كلنا بنعرف نلعب باسكت كويس. هم الافارقه بس اللي بيميزهم عننا ان هم بس بالظبط سرعتهم او بدنيا هم احسن مننا شويه. طب بنتغلب على ده ازاي؟ ان احنا نشوف يعني نقطه ضعفنا ونقويها، ان احنا نشتغل اكتر. هل لو احنا يعني نقدر نقوي الناحيه البدنيه؟ طبعا ندى معانا وهي طبعا بتقدر الناحيه البدنيه جدا، وهل لو احنا طورنا الناحيه البدنيه مهما طورناها مش هنقدر نسليم، ولا هل نستخدم عقلنا اكتر في الملعب؟ يعني انتوا شايفين حل الموضوع ده ايه؟ ممكن الاثنين، نموت الملعب زي ما بيقولوا ونلعب على السيت بلاي، نلعب ستاتيك بلاي اكتر، ما نبقاش نجريهم في الجري السريع، لو في فاست بريك صريح نخلص ما فيش تسرع. هل الحاجات دي كلها تفرق معانا؟ طبعا يعني اكيد يعني طبعا هتفرق، بس برضو يعني نكون عندنا بدني كويس شويه طبعًا. اللي هو يعني طبعا طب انت كينيا، يعني ماتشنا مع كينيا اللي فات ده انت لعبتيه، يمكن ندى ما كانتش موجوده واعتذرت، شايفه يعني نقدر نلعب لو لعبناهم تاني نقدر نكسبهم يعني حتى بالناحيه البدنيه دي؟ يعني احنا حاسه ان احنا كنا في اخر ماتش وفاينل وكنا ارهقنا شويه، يعني هم طبعا البدني بتاعهم احسن بكثير فكانوا لسه بصحتهم شويه، لكن احنا كنا مرهقين. احنا لما لعبناهم في المجموعات احنا كسبناهم، فحاسه ان احنا لو لعبناهم تاني هنكسبهم يعني ان شاء الله. شايفه كده يا ندى برضه؟ يعني شايفه ان تابعت الماتش اكيد شفتيه، كلنا شفناه يعني. حاسه ان احنا احسن بكثير، فهي ممكن كن بس بتهيألي انت كنت مع المنتخب كنت هتفرق يعني. انا حاسس يعني كان وجودك يعني مع المنتخب بتهيألي لو لعبت افريقيا اللي جايه برضه هيفرق ان شاء الله. يعني وجودك هيكون يعني دافع كويس جدا. وخلي بالك برضه يعني احنا كان ازمتنا في كينيا كان تحت الحلقه، بتكلم بكل صراحه، لان هم كانوا طوال جدا ويعين السناتر بتوعنا تعبوا من كتر البوكس اوت والجري وان انت تقابل على داخل، برغم ان احنا باسكت اعلى منهم كلهم يعني محتاجين ده. طب انت في امريكا حسيتي ان احنا فعلا قريبين من الناس ولا الدنيا بعيده؟ يعني انت في امريكا حاسه ان احنا نقدر نكون زي الناس دي ولا لا؟ طبعا طبعا، هم بس بياخدوا كل حاجه بجد، يعني وقت الجد جد ووقت الهزار هزار، والتمرين بيبقى يعني على اكمل وجه. حاسه ان احنا لو اتمرنا زيهم ويعني خدنا الامور بجديه، خدنا بالظبط الامور بجديه، هنوصل طبعا ونبقى أكيد احسن. أكيد. رنيم طبعا نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق طبعا مع النادي الاهلي، انت لعيبه كبيره وانتظر منك المزيد. نورتيني وشرفتيني. شكرا لحضرتك. ميرسي ندى، نورتيني وشرفتيني وحاجه جميله جدا، ويا رب يا رب نشوف معاه النادي الاهلي تالق ليك ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا طبعا مع نجماتنا، نجمات كره السله في النادي الاهلي. انتظرونا وحلقه جديده مع الابطال ونجمات او النجمات جداد، ولكن في الحلقه القادمه. شكرا جزيلا.